أنا أتقدم إليكم بحضرة الأهل كل عام وأنتم بخير، عز الله إن شاء الله علينا وعلى الأمة الإسلامية العربية الفلسطينية والعالم أجمع بالخير واليمين والبركات. قبل أن نبدأ صلاتنا أدعو ومشاهدي رئيس المجلس بمبارك لنا هذا اللقاء، ومن ثم بعد ذلك نكون مع نقابنا مع الشعب البارز مرة أخرى. أنا بكون سنة خير على أمتنا الإسلامية وأمتنا العربية باسمي وباسم مجلس مسجد الروم وباسم أهالي مسجد الروم. نرحب بشاعرنا العظيم مروان مخول ابن قرية القاعة ابن فلسطين، اهلا وسهلا فيك في بلد الثاني بهذا الجليل مسجد الروم. يمكن احنا بشهر 12 اعلنا واعلنا بصدق انه سنة 2014 راح تكون سنة ثقافي في مسجد الروم، ومسجد الروم ستكون عاصمة ثقافية لكل قرى الجليل. هاي الفعالية ضمن فعاليات السنة الثقافية في مسجد الروم، وهي الفعالية الرابعة خلال أقل من شهر. نأمل ونطالب جميع مؤسساتنا الثقافية المركز الجماهيري المركز وكل مؤسساتنا أنه يخضع لمحل الجد قضية أنه مسجد الروم يكون عاصمة ثقافية للجليل ولكل عام 48، لأنه احنا اليوم بحاجة جدا لمحاربة آفة العنف ولكي نحارب الظواهر العنف للعمال اللي تفشت في الوسط العربي. لا يمكن محاربة العنف إلا بالثقافة والتربية. نعم هناك قوانين يمكن نفرضها، لكن عشان نربي أجيالنا على محاربة العنف والانتماء للبلد لابد من توسيع كل حيز الثقافة والتربوي. عشان نتأمل أن تكون هاي السنة وكل مؤسساتنا الثقافية تكون سنة 2014 هي سنة ثقافية، تكون كل جمعة عندنا أمس ثقافية أمس فنية، على أمل أن جماهيرنا وكل مجتمعنا من نساء وأطفالنا يكونوا جزء من الثقافة وليس جزء من العنف. نتأمل أن نكون ليلة أمسي مع شعرنا العظيم عند تحياتنا من عرب اليوم من أكبر شعراء في الوسط العربي. نتأمل أن الجمهور يتهنى بليلة أمسي يكون أمسي شعري غني. أهلا وسهلا بطول فيك في بلد مسجد الروم. بمناسبة أعياد الإخوان المسيحيين والمسلمين، وشكرا لهذه الدعوة الكريمة التي هي الثانية لي في مسجد الكروم. لقد زرت مسجد الكروم عام 2009، وبعد هذه التحية اسمحوا لي أن أضع اللغة العربية الفصحى جانبا لكي نتواصل كما نتواصل يوميا، لأنها بالعادة لغة تستعمل كي تتعامل الناس التي لا تعرف لهجات بعضها بعضا، تضطر إلى التحدث في اللغة الفصيحة. من الآن وصاعدا راح نحكي عنه. فبعد إذنكم، تحول العلم إلى النافذ الوحيد الذي يهرب منها العربي في الداخل إلى إنقاذ نفسه من التمييز العنصري الجاري في البلاد ضدنا، لأنه الشاب اليهودي أو غير العربي اللي مش متعلم ممكن يكون مدير شركة كبيرة بتل أبيب والدولة بتعطي أعمال، ممكن يكون مدير عام شركة وزارة، ممكن يكون إنسان موظف كبير في الميناء بشركة الكهرباء. إحنا للأسف ما عنا غير التعليم. هاي التعامل مع التعليم بهذه القدسية عمل لي نفور نوعا ما. يعني أنا شو يعني التعليم؟ هو كل حياتي يعني ستجز رغبتي إنما أتعلم. فهذا كان عندي مشكلة مع موضوع إني أتعلم. الفقر المدقع اللي عاش فيها عند والدي وتماماً عمي نفس الشيء، الواحدة بنت من 15 أخ وأخ عاشت في لبنان عند ربع راعي غنم في القرية وهم شيء تحتل إسرائيل. فيعني البيئة الأب كان مضطر إنه هو يتعامل مع الحياة ويصارع الحياة ويبني الأسرة ويبني الوضع الاقتصادي الذي يناسب الأسرة عشان تعيش. هذا أدى في البيئة يعني أنا كمان أحتذي حد والدي إنه صادف نجاح والدي في الفترة اللي أنا كنت طفل. يعني أنا عشت الفقر المدقع وكنت أنام أنا وأبوي وأمي وأختي جميعا في بيتنا، كله كان غرفة. فأنا في أثناء طفولي شاهدت نجاح أبوي السريع جدا وتحول لرجل أعمال ناجح وإنسان نشيط ومحبوب ورجل اجتماع، فكان هو الهيرو هو البطل بالنسبة لي. واحتذيت حاله إن أنا كمان مشاهد وما إلى ذلك، ولكن أنا مش شرط أكون نموذج صح. فطلعنا فيهم شباب صغار روح على المدرسة، لأنه بالنتيجة للأسف حاليا مفيش عندنا
يعني كثير جوانب نلجا اليها غير المدرسه. خلاني اشوف مشكلتي كفلسطيني بشكل موضوعي بدون رومانسيه. يعني لم ما كان في نقاش امي ما لها بالسياسي، ولا مره سمعت تحكي مع السياسي ولا مع غير السياسي، ولا عشت ببيئه مارونيه اللي هي ضد الفلسطينيين، ولكن بسبب انه انا عشت بهذا البيت اللي فيه تنوع في المناخات، تنوع في الاشخاص، في من اهلي من بيئتين مختلفتين متناقضتين، خلاني ارى الى الامور بشكل مختلف. هذا ما اعتقده. لذلك تأتي قصيدتي من منطلق الإنسان الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية، ليس من منطلق العنصري الفلسطيني الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية. يعني يجب علي كفلسطيني أن أعرف مساوئي قبل أن أعرف إيجابياتي. يجب علي أن أعيد النظر في صياغة تاريخي النضالي لكي أستطيع التقدم إلى الأمام. هذه هي البيئة التي ترعرعت بها. توفيق للرأي مروان. توافقنا الرأي أن أي موهبة إبداعية في هذه البلاد بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى من يساندها ويطورها. علاقة مع شعرائنا الكبار محمود درويش، سمح القاسم، والذين سندوك في أوج أعضاء. كثار كان لهم فضل علي، من ضمنهم الأستاذ سهيل كيوان ابن مجدي كروم. هو الأستاذ سهيل، أنا نشرت كتاباتي الأولى في كل العرب، ومن خلاله تعرفت على كل العرب، وتعرفت على شاعرنا سميح القاسم في عام 97، وطبعا فيما بعد على الأستاذ محمود درويش، ولكن في سياق آخر. البدايات كانت سيئة، أنا ما شفت دعم بالبدايات قبل مرحلة النشر، قبل مرحلة دخولي للعرب. أنا كنت أواجه بأنه الشعر بطعميش خبز. لمين قال أنه الحياة كلها خبز يعني؟ مين قال أنه الحياة تقاس إذا أنا بدي يكون عندي مردود مادي أو ما يكونش عندي مردود مادي؟ ليش بأوروبا بنفع أعيش فنان؟ ليش بنفع أنا أتفرغ أني أنا أكتب بأوروبا؟ بنفعش أتفرغ بالبيعة أكتب؟ ليه بنفعش ابن مجد يقوم الرسام نعيشه بس يرسم، والمجلس المحلي يأخذ ميزانية من الدولة وبس يعيشه ويرسم؟ ليش بنفعش؟ فهي كانت عندي مشكلة مع الموضوع، وكان المجتمع عنده مشكلة مع موضوع اني انا اكون شاعر. الحياة اكثر من لقمة عيش. ان نبينا الكريم قال الحياة الدنيا شجرة نتفيأ في ظلها ومن ثم نكمل المشوار. تمام، بس تتفيأ لا يعني ان تنام. تتفيأ يعني ان تحدث شيئا، ان تترك اثرا ايجابيا في هذه الحياة ومن ثم ان تمضي. لا أن تأتي وتذهب كأنك لم تكن. هذا هو رأيي فيما بعد. أما فيما بعد، سميح قاسم أعطاني جائزة الأولى اللي أخذتها في حياتي. محمود درويش بسبب بعرف أنه شخص ثالث كانت عياطي الأولى فيه، وأعتقد أنه من حظي الكبير جدا أنه كانت تربطني علاقة شخصية جدا بمحمود درويش شبه يومية في السنوات الأخيرة لحياة محمود درويش، إلى درجة أنه وطبعا كثير بيحكوا هذا الكلام وزمان توفى ما عندناش مين نسال، ولكن انا فعلا كانت حياه يعني علاقه شبه يوميه واتصال شبه يومي. تقريبا كل نصوصي في السنوات الاخيره لحياه محمود درويش راجعها محمود درويش واعطاني فيها ملاحظات ورسائل، وعندي كثير اشياء حتى في خط ايده. وانا كنت احب في هذا الرجل كبره، هو شخص واسع، شخص طيب، شخص ليس ضعيفا، لا يرى في الشاعر الشاب الذي يملك ابداعا معينا كخطر يهدد أمنه كشاعر ذات مكان كبير في الذائقة الفلسطينية. كان يعطي، كان يحب الآخر، كان يحب القارئ، كان يحب الشاعر الجديد، وبده يكمل مسيرة لأنه كان شاعر مطبوع، لأنه كان يتحدث من القضية الفلسطينية وليس عن القضية الفلسطينية. لذلك أنا أقيم لهذا الرجل احترام شديد بذات القدر. أنا محمود درويش تحول إلى خطر محدق كاد أن يؤذي بحياتي الشعرية، لأن في مرحلة معينة تأثرت فيه كثيرا، صرت أشبه في تصرفاتي، في أكلي، في شربي، في نومي، في فضاءتي، في قصيدتي، في إلقائي، وتدريجيا أحاول الخروج من محمود درويش، أعتقد نوعا ما خرجت منه. هذا لا يعني أن هذا الحكي غلط، بنفع نشرب ماي طبعا الأول
التفهيم هي بالتالي قد تترجم ويفهمها الآخر كأنها تتحدث عنه فيتعاطف معه. يجب أن يكون تحصيل حاصل حب الجمهور وليس فعلاً أنا أقوم به. وهي طلعت إنه الباسفلورا نبات متسلق. فترت تتسلق كبرت وغطت البرتقالي. صارت البرتقالي شكل الباسفلورا ولكن من جوا جوهرها لا يزال حي. فيوم جار الفايد على بيته قلت له تعال يا ولد انا بامكاني اقص لك اياها. لكن انا بدي اتركها حي لسببين. اول سبب لانه هذا النبات مارق لا يعمر. البرتقالي شجره اصيله. فهذا النبات المتسلق هو احتلالي. اجى احتلل لي حقورتي وطلع البرتقالي. مش راح اقصها لاني بني ادم. كل الوقت اللي البرتقالي حي انا ما عنديش مشكله مع الباسفلورا. انت لازم تهتم انه البرتقال تضل حي. انا مش راح اطالع الباسفلورا. هاي قصه الباسفلورا وعليها كتاب شعر ساخر حول عيني الى الصحراء من فضلك وامحو الحدود التي علبتني وشوهت وجه الطبيعه في الذاكره. هب لي بلادا ملاذا ناقه وحبتي تمر تكفيانني بعيدا عن التكنولوجيا يا الهي كي اعيش لا لاحيا كما المر مرور الكرام على السعاده. سمر قليل في مهب النسيم القديم يكفي لترقص خيمتي من دون ان يطمع الاغرام في خصرها الوطني. الهي هب لي هباء او فراغا لن اعارض لكن طافحا بي فليكن. الهي الذي هو حيث هو الان اعني على علان الشؤم بي والجم عدوي حيث انعداني من كل شيء سواي. في الماضي في غيهب الغزو البدائي كانت شرور وكنت بخير ولو جاع لصي. كل شيء تغير اذ فارقت حياتنا حياتها فصار لابد من شعله جهنميه فارمها واحرق البترول كي توقف الزحف نحوي. الهي ارمها لاحيا كما كنت دوما انجو من الثعبان ان صادفت لا لاني على حبل سانجو ولكنه الثعبان وحده من لا يقسو على احد كما صوروه ولا صوره الشيطان فيه كما هي الان في التلفاز الملون بالسواد وبالسياسه. اتوب اليك مني اذا كررت عمري ولكن اعدني الى بادئ الامر كي اجرب حظي في اختباري. يا الهي اعني على عيائي في الحضيض المر كي اصعد نحو مجدي من جديد. صواريخ امريكا تصدر عدها العصريه يوميا. روسيا تمانع فتزرع ورده سوداء في البارجات على شاطئ الشرق المقدس والمكدس بالمذابح. كلتاهما بارعتان في لعبه الجهل الذي اعتراني تلعبان فوق بيتي بينج بونج بما انا حكم في اخر الامر لا عد في رؤاي سوى اني اكتشفت روحي بعد موتي. والسلام على السلام. إلهي لما كل هذه التجارب؟ ألا يكفيك أن اعترفت بجرمي كي تخلصني؟ فإن أخطأت فعجل في عقابي أو ارمي بي في الغاب إن كنت عبدا تقيا. ففي الغاب ما ليس فينا يأكل الوحش وحشا إن جاع لا وحشين لا دين فيهم ويحيون في سلم كما ترى. أم ترى الليث يقتل من أجل مذهبه الطائفي ظبيا. يا إلهي إلهي من إلهي في المدينة. شكرا. إشي في إشي خلاني بعد 5 دقايق أكون خاين بنظر نفسي. حاسس حالي خاين. كيف تستحيش على دمك انك تكون مبسوط؟ فانا وقعت يعني بتناقض مع نفسي. من جهه مبسوط، طب هذا رئيس دولي، هذا يعني مثقف رقم 1، بس
من جهة ثانية أول قصيدة كتبتها في حياتي اسمها قانا، عن هذا الحقير اللي عمل مجزرة قانا. أيام كان حقير واليوم ما عادش حقير، صار حقير ختيار. فأنا هذا نفس الشخص، من جهة أنا مبسوط ومن جهة أنا مش مبسوط، من جهة أنا جاي على أفرح ومن جهة مش جاي على أفرح. هاي أزمتنا. هذا كل واحد فيكم، وهذا أنا بقدرش أكون مبسوط إذا رئيس دولتي معجب فيه، لأنه هو نفسه اللي شرع القتل في كل مكان عن شعبنا. هذا الوجه الأبيض للغول الصهيوني، هذا الوجه المستتر. فهذا الالتباس في إحساسي كإنسان كمواطن جعلني أرد عليه كالتالي. ما ردت عليه، كتبت في عندي على صفحتي في الفيسبوك، وصلتني رسالة من شمعون بيرس وحكيت اللي حكيت لكم إياه واختصرت من غاد. ولكن مع رغم ذلك أريد من رئيس الحكومة الدولة أن يترجم هذا الحب الفائض إلى أن يقف في معسكر اليسار الحقيقي، كي تميل كفة الحكومة لصالح اليسار الحقيقي إن وجد، على أمل بركي أخذنا إشي من حقوقنا. عندي مأخذ وحيد عليك يا رئيس الحكومة، أرجوك ما تمدش إيدك على كتابي من مطار بن غوريون وبرا، لأنك لما بتمسك قصيدة نشيد الحداء الوطني اللي أنا فيها بحكي قديه أنا فيش إلي أي مكان بالهملون بالنشيد الحداء الوطني، وبتقرأها قدام العالم واليابان، أنت عم تورجي العالم إنه إحنا الإسرائيليين ديمقراطيين لدرجة إني أنا مستعد أقرأ لكم قصيدة لواحد بسب علي. يا سلام قديه أنت رائع، فيش إشي من فراغ بيه، كل إشي مدروس بهاي الدنيا، بس الساذج بفكر إنه هيك الأمور بتصير. لذلك أنا مشكور هذا الرئيس إذا مد إيده عكتابي من بن غوريون وجوا، من بن غوريون برا لو سمحتوا ما بدي حدا يمد إيده على كتابي، لا أنا ولا واحد فيكم ولا لعيب جول ولا حدا. على فكرة إحنا مستعدين يوم من الأيام يوقف ويقرأ ونلعب جول بهذا الفريق ونشجع. إحنا الفريق، إحنا الناس الوحيدين في العالم إذا بتكون لعبة جول بين دولتنا وأي دول ثاني بنشجع الدول الثاني. بس أخوي علاء بشجع الحكام لأنه بحس حاله خاين إذا بشجع دول عدو دولته. لذلك إحنا مستعدين إنه يوم من الأيام نمثل الدول في العالم شريطة إن تصير دولتنا، والمسؤولية إن تصير دولتنا مش بالانتماء والسخافات واللي أعطي حقوق ما تعطيش وأعطي واجبات ما تعطيش واجبات، إنما بإنه بالطنجرة الكبيرة توسع الصغيرة، بإن الدولة هي تعطيني حقوقي. أنا مش بس بدي كل حقوقي من إسرائيل، أنا ما بديش أعيش بالمساواة مع اليهود، أنا بدي أكثر. أنا بدي المساواة كمواطن، والعبراني بيقول لك بتسوي على الإهانة التاريخية. أنا بدي زيادة، أنا بدي مستحقات زيادة، أنا بدي تعوض ابن مجد كروم اللي أصله من شعب ولا ابن المكر اللي أصله من البروي، بدي تعوضه واستغله كيف؟ هذا اللي بدي إياه، هذا أقل الإيمان، هذا أضعف الإيمان، فيش أقل من هيك، فيش قيمة للحياة بدون كرامة. هذا هو موضوعي كلياته. نقطة التحول اللي صارت عندك، هل الوضع الاقتصادي في البيت أفضل أو أنت بعد ما خلصت المدرسة موهبة صارت عندك على أساس إنه كان كيف ابوي لو حكيت له اياه هو بس لسه داير برا ظل داير يا ثاني من ايام المدرسه ما بقعدش على البنك ابوي بيقول لي احكي لك لسه ما جابك ابوي بيقول لي هذيك اليوم بيقول لي انا يا زلمه بحب عمك فهد ابن صفو بقول له ليه؟ بيقول لي يا زلمه كان هو منقذني اني انا اكون اتلس واحد في الصف أكل حال. شوف شغل والدي ونجاحه أثر علي بهرني، شو ولد عمره 15 سنة عم بشوف أبوه بصير ناجح وكذا، فأخذني لهذاك العالم. أنا خلصت صف 12 لم أقرأ صفحة واحدة في حياتي،
وما حليتش وظيفة واحدة في حياتي وما أخذتش أي علامة فوق الخمسين في حياتي وكنت ولد مادي إلى أبعد الحدود زي كل الشباب هاي اللي كلها عمر إدس إدس هاي هذول اللي رجعوا زيهم على آخر أنا انتبهت إنه بطل في طعمي لا للأكل ولا للشرب ولا للحياة كله ببلاش زي قررت أصير بني آدم فتن هذا هو موضوعي بس لأنه فيش قيمة للحياة إذا أنت بتعملش فمش هوية إنك تكون ابن حدا ناجح كثير صعب ولا بال لا ما انا مش ما انا شديت حالي جدا انا قرات 15000 كتاب او 15 سنه انا قرات بتطرف انا اقرا يوميا 3-4 ساعات جمعه سبت بقرا 10-15 ساعه انا تحولت من اقصى اليسار الى اقصى اليمين شخص مختلف كليا انا عدت كل الكتب المدرسيه من صف من درس شرب ساري كاس حليب للمراه المقعره كل من صف أول لصف 12 من دار دور دوري لا الدالي والكوسين والسينوس كل مادة المدرسة لأنه شعرت بنقص معين وعلى فكرة هاي الفجوة كانت أدت لي مشكلة أنا بعدني كنت عم يعني أنا بلشت حياتي الثقافية عمليا ابن 20 مش ابن 0 أنا ما بعرف أقرأ أنا لليوم بقرأ من رد بشد يعني بعرفش أقرأ ما تعلمتش أركز بالدرس كنت ولد جدا مشاغب جدا مشكلتي انا محبوس 15 مره قبل جيل 18 سنه وبس ايش سرقه خوخ سرقه جاميو مش اشياء كبيره يعني خلص خلصنا طيب لصف 12 كان داير الاخوان دول جملتين تهجير المسيحيين هو مقصود حتى يخلوا المنطقة من المسيحيين حتى يقولوا للغرب للعالم ما فيش غير هدول الإسلام المتوحشين وإحنا اللي مندافع نحمي الأراضي الأماكن المحدثة المسيحية هذا هو الهدف والنقطة الثانية إذا كان أنا بتأمل إنه كل واحد يقرأ كتاب عرب جيدون كل واحد يقرأ المهد العربي لسميح غنادي لا لتبيان لتوضيح بعض الأشياء اللي طلعت عن طريقة إهانة وتقسيم ونزع هم أصغر من يغطوا الشمس في قشة عمي شكرا لك ما أنا يعني بس جملة واحدة نختم عم بقولوا مسلمين وبدو صح فيش بدو لا فيش بدو عم بقولوا هيك هن بعلم تمام مش مظلم تمام أنا أريد أن أختم هذا الموضوع لن يستطيعوا بشاغل بالإمام بوزن أنا بدأ المسيحيين المشركين بإنهاء جذورهم متوصلة دائما فوجودنا هنا كشعب واحد وعمة واحدة لا نفرق بين المسلم والمسيحي أيها الأخوة أرجو من الجميع الهدوء قبل أن كان نعطي لشعب إن دخلتها يقول المسلمون ويعتبرونها مصلى فيغلبون النصارى عليها وتتحول الى جامع مش راح تغطيها اسرائيل الحقيقه لا يمكن في حقائق تاريخيه في عده حقائق تاريخيه اريد ان اختم في قصيده واحده ولكن هي تقول كل شيء لان البرنامج طال اريد ان اقرا قصيده عربي صحت في باب المطار فاختصرت لجندية الأمن الطريق إلي ذهبت إليها وقلت استجوبيني ولكن سريعا لو سمحت لأني لا أريد التأخر عن موعد الطائرة قالت من أين أنت؟ من غساسنة الجولان أصبح روسيا قلت جاروني السن أريحة
تلك التي وجهت إلى يوشع بالطريق إلى الضفة الغربية يوم احتلها، فاحتلها التاريخ من بعده في الصفحة الأولى. من حجر الخليل الصلب أجوبتي، ولدت زمن الوابئين النازلين من قبلكم أرض الزمان الخامعة، من كنعان أبي وأمي في نقية من جنوب لبنان في السابق. ماتت أمها أمي قبل شهرين، ولم تودع جثمان أمها أمي قبل شهرين، والولد بحضنها كي تعنزها الغريزة في البقيعة عند سفح المصيبة والنصيب. لبنان يا أخت المستحيل، وأنا أم أمي الوحيدة في الشمال. قال: من رتب الحقيبة لك؟ أسامة بن لادن. ولكن رويدتي فهذا مزاح الجراح المتاح، نكتة يحترقها الواقعين مثلي ها هنا بالكفاح. أناظر منذ 60 عاما بالكلام عن السلام، لا أصدو على المستوطنة، ولست مثلكم أملك دبابة كالتي على متنها دغدغ الجندي غزة. لم أملك قنبلة من الأباتشي في سجلي الشخصي، لا لنقص فيه، بل لأني أرى في الأفق المدى صدى سأمي من ثورة السلمي في غير موضعها ومن حسن السلوك. هل أعطاك أحدهم شيئا في الطريق إلى هنا؟ سأل. قلت: هو المنفي في النيرة. أعطاني الذكريات ومفتاح بيت في الحكايات. صدأ الحديد على المفتاح واقترن، ولكني كالمعدن الأصلي أرجع ذاتي بذاتي إن أحل. من أنين اللاجئين يبعث الشوق جناحه عبر الحدود،